مع جماعة سقوطة السيدة أمي سيدين. مرحبا بالسيدة أمي سيدين في العمل الخاص اليوم على الموقع الوطني للبريس. مرحبا بوطني البريس، مرحبا بالسي حكيم، مرحبا بالأخ ديالنا. أولا السي الرئيس، مكتوب طويل على الساحة السياسية بعد العودة ديالكم لرئاسة جماعة سقوطة. السؤال هو ما نوع الدافع اللي عودتكم لرئاسة جماعة سقوطة؟ أولا علاقتي بالسياسة علاقة طويلة جدا، وارتباط ماشي مرتجل، ارتباط اللي هو مبني على أصول وعلى قناعات وعلى ثقافة سياسية. فإذا كنت عشت في المدرسة ديال الحزب الاشتراكي الموحد في فرنسا اللي كانت تترأسه السيد ميشيل لوكان، ففي 1972 وتكونت فيه لمدة 3 سنوات، فهذا التكوين كان عنده امتداد على مستوى الحياة ديالي والأنشطة ديالي. ف كاين السياسة وكاين الانتخابات، يجب الفصل بين هذه المعطيات. فلما تكون السياسة ممكن تكون جالس في الباط أو في جمعية معينة أو في إطار معين أو في حزب معين وتمارس السياسة. السياسة مفهوم كبير جدا وعريض وواسع. أما الانتخابات فهو تدبير الشأن المحلي، والتدبير الشأن المحلي هي سياسات اللي كتنخرط سياسة محلية كتنخرط في توجهات وطنية. فلما تقول وزارة الإسكان مثلا تكون عندها توجه محاربة الدور الصفيح، فالجماعة كتنخرط في المشروع في التوجه السياسي وكتعمل على محاربة الدور الصفيح. فالعمل السياسي أو العمل التدبيري للجماعة بديته في 1992، وبقيت 2007 15 سنة ديال العمل المتواصل. وما يمكنش لأي إنسان كيف ما كانت الطاقة ديالو والقوة ديالو والكفاءة ديالو يعتقد أنه ممكن يواصل بدون انقطاع العمل التدبيري، لأنه هو تدبير مواطنين، تدبير مشاكل المجتمع، تدبير مشاريع، تدبير مجموعات، خصوصا وأن العملية تتعلق بجماعة قروية محدودة الموارد ومحدودية الإمكانيات هي 10,000 سكان. راه هذا ماشي شي حاجة اللي كبيرة، 10,000 سكان في جماعة سقوطة 9,900 وشي حاجة اللي خصك تدبر الأمر ديالها. ف 15 سنة مارس فيها رئاسة الجماعة، مارس فيها رئاسة المجلس الإقليمي، مارس فيها رئاسة الجهة النيابة، مارس فيها الدور النيابي. فهذا كان عمل شاق ومرهق، وخصوصا أنني كنتميز وبدون افتخار أنني رجل معطاء ورجل اللي كيجتهد بشكل يعني ما كانش سياسة ليا، كان ديال التدبير والعمل السياسي بشكل واضح بدون ممارسات سياسية. ففي 2007 وصلت إلى الحد اللي ما يمكنش أنني نواصل فيه سميتو، خصوصا أنه كان هناك كذلك إخفاق على المستوى النيابي، الانتخابات النيابية كان الإخفاق اللي اعتبرته أنا مؤشر أعطوه لي الناس أنني مشير تحت، فمشيت التحت. ثانيا أنا أقتاد من عملي الشخصي في المقابلة ديالي، فما يمكنش 15 سنة نستمر بدون ما يكون عندها أضرار و يعني بعض الأمور السلبية على المقابلة ديالي، فكان بالضروري أنني نتوقف وندير الجرد ديال الحصيلة ديالي والعمل ديالي وناخذ الوقت للتفكير. فخديت الوقت للتفكير، ولكن ارتبطتي بسقوطة ارتباط عضوي. أنا ابن سقوطة من مواليد سقوطة، أحب سقوطة، ورجل أتميز بحس قبلي، وذاك الحس القبلي كيخليني كتطرا عليا ذاك الانتماء القبلي والدفاع على القبيلة وعلى زوجتي. ف الإخوان ديالي اللي شرفوا على تدبير جماعة سقوطة من 2003 إلى 2015 12 سنة، كان الإجماع على مستوى الجماعة أن هناك يعني مردود ضعيف ما يخص التدبير والإنجاز. فمن خلال اللقاءات ومن خلال الاتصالات ما
طلبني للعودة إلى العمل الجماعي، إلى تدبير الجماعة. وفعلا رجعت، وكان الانتخابات كانت ناجحة ب 70%، اللي تفوق 11 عضو على 17، هذا شيء مهم جدا، وكيعطيك مشروعية باش تستأنف العمل ديالك السياسي أو العمل التدبيري. تربحتوا على رأس رئاسة الجماعة وطبعا المنهج ديالكم في الانتخابات كما قلت لي، والسير ديالكم لمدة من 2016، شنو تفسير الجماعة ديالكم اللي جمعتكم؟ كتسألني على الآن أو قبل؟ الآن. وأنا جماعة كوطا درنا واحد الجهد ديال الخصاص، جهد يعني لما تكون جماعة ترابية شنو تخصها؟ عندنا مركز وعندنا مجموعة دوابير. المسألة بسيطة، المركز شنو خصو يصبح قرية صغيرة، مدينة صغيرة. مايمكنش نستوعبو بجماعة سكوتا جماعة قروية، خصنا نمرو من مرحلة القروي إلى مرحلة حضرية. فاحنا عندنا 2700 سكان في المركز، خصنا نعبو جميع الإمكانيات باش نوفرو لهذا المركز المؤهلات اللي تخليه مركز حضري كيضمن عيش محترم ونظيف، الواضحة، الطرقات، لمستوى المركز، الكهرباء، النظافة، مجموعة الأمور في هذا الشكل. فلقينا بلي الدراسة مكسورة، مكاينش، دونك خصك تشتغل على مستوى الدراسة، مايمكنلكش تنوض وتقول أنا غندير الواد الحار خصو دراسة، قمنا بالدراسة، صرفنا بها بعض الإمكانيات بسيطة جدا اللي خلاتنا نجهزوا ملف الدراسة ديال الواد الحار اللي كيطلب واحد ما بين 10 حتى 12 مليون ديال الدرهم. احنا عارفين الصورة واضحة بالنسبة للواد الحار. بالنسبة للطرقات أو هيكلات الدول اللي عندنا ثلاثة أو أربعة دول هنا، كاين دول قريمال، دول شمالنا، دول عزيب سيد المهدي، ولا المغرب، هادو دول اللي هما في المركز خصهم يتهيكلوا يعني ندوزوا لواد الحرب اللي هو تحت، وندوزوا فوق منه الطريق، ونقردوا الضوء، وتصبح عندنا أزقة محترمة وسكن لائق. فهذا كله كيطلب دراسة. درنا الدراسات، الطرقات على مستوى المركز كتطلب واحد 10 مليون ديال الدرهم، احنا في 22 مليون درهم، بالاضافه الى النظافه خصها عمال، خصها شاحنات ديال نقل الاثبات، فهذه كلها خصها امكانيات وخصها دراسات. بالنسبه للمال دينا كنبرمجوا، احنا ما كنصرفوش الفلوس. اليوم جماعه الميزانية ديالها في حدود 5 مليون درهم، تتصرف منها تقريبا واحد 3 مليون درهم على الموظفين، تبقى لها 2 مليون درهم، 2 مليون درهم تتصرف منها واحد 3 مليون ديال الإنارة العمومية، واحد 20 مليون ديال البنزين، واحد، اش تيبقى لنا؟ تيبقى لنا مبلغ زهيد اللي ما يمكنناش ليه نقوموا بعملية رغم ذلك. 2015 2016 2017، إلى نهاية 2017 جمعنا 6 مليون درهم وفرناها ومأمنة ومبرمجة، ولكن ما صرفناهاش، لأن إذا بدنا نصرفها يمكننا نصرفوها. لي بون كوموند عطيها هذا، بون كوموند عطيها هذا، الفليسات تمشي ولا لا والو، ولكن عندنا مشروع 12 مليون وتوجهنا برسائل واضحة مكتوبة بدراسات إلى الجهات المختصة كوزارة الداخلية، كجهة، كوزارة المال، هادو مؤسسات اللي هما وجهنا لهم رسائل وطلبنا أن يدخلوا معنا في مشاركات. حنا عندنا ها فلوسكم، عطيتو خصنا 12 مليون درهم، حنا عندنا شوية فلوس، وعطيونا أنتم، خصنا الطرقات، حنا عندنا شوية فلوس، وعطيونا أنتم، حنا بلا ما نصرفوا حنا ما عندناش نقدر نصرفوا. لأن الصرف فيه ما فيه، حنا بغينا غير اللي يجي يتعاون معنا باش ننجزو. دونك تدبير الجماعة ما كيمرش في وخصوصا إذا كان الخصاص على مستوى
المعجزات الكبيرة ملعب القرب، ملعب القرب كيكلف 2 مليون درهم، خصنا جوج هنا، إعادة هيكلة المخيم الصيفي اللي راه مشى خصو 3 مليون درهم، وحنا اللي كنجمعو الاحتياجات نلقاو راسنا بالإضافة إلى 40 دوار اللي كاينين في الجامعة، 40 دوار خصها المسالك والطرقات المعبدة اللي كلهم تكاليف، خص إنهاء مشكل الماء بشكل نهائي خصو تكاليف. هذه كلها فلوس اللي كتجمع جماعة سكوتر وتناقض المشاريع 12 مشروع محصورة ومدروسة خصنا 100 مليون درهم. دونك القضية قضية فلوس، قضية إمكانيات، ماشي قضية تبليدة وتربع على كرسي العرش، هذا مسألة المردودية والعطاء. دونك هادشي كله عارفين الصورة واضحة بالنسبة لنا، مكاينش الارتجال، كاينة أمور واضحة وكاين الاهداف. طبعا اللي كنرجعوا للاداره الاخرى، جامعه الاقليم سيدي قاسم فيه 29 جامعه 24 جامعه قرويه، واش تعتقد غير واحد كنت اللي كاين يعطوك الفلوس؟ دونك خصك تشد السيرفيس مع خوت، واللي ذكي هو اللي كيقدر يوصل للحصول على الدعم من اطراف معينه. فاحنا كل الواجب كنراجعوا جميع المرافق الحكوميه باش نحصلوا على الدعم وربي توفق، وحنا غادي نعتقد على الاتجاه الصحيح، والنهار اللي غادي يبدا هادشي يقدر يبدا من هنا 6 شهور، يقدر يبدا من هنا سنه، راح الامور بخواتمها. ذكرتم الحصيله وايضا المشاريع المستقبليه لجامعه سقوطه، بصفتكم كرئيس للمبادره التي تكون مشكل الماء اللي كتعاني منه سقوطه. 1992 وقعت اتفاقيه كرئيس سابق جامعة سقوطة مع المكتب الوطني للماء السابق باش نعطيوهم تدبير الماء، واللي وقع تحت الضغط هذا المكتب غطى جميع الجامعات المجاورة بالماء اللي هو مصدر ديالو سقوطة، بدون أخذ بعين الاعتبار أن المخزون الماء ضعيف جدا. احنا ما عندناش غابه، عندنا جيوب مائيه اللي تيكون المطر وافر تتعبى الجيوب كتعمر، ملي ما تيكونش الماء تيكون جفاف تتخوار، دونك تيبدا اكبر اشكال لان الطلب تيجي من السلفان وكيجي من الدكنه وكيجي من باب تيوكا وكيجي من الزيرار وسكوت، على هذا اشكال. ملي جينا دينا اشتغلوا مع الناس ديال المكتب الوطني كهرباء قطاع الماء، وكان عندنا حل الاول هو نجيبوا الماء يا من مزال بن عمار يا من تيه، وبدات الدراسه اللي مولها المكتب الوطني للماء، بدات الدراسه باش يشوف شنو هي التكلفه وشنو هو الاصلاح، لان جلب الماء يتطلب عده اجراءات، اولا المرور عبر اراضي المواطنين كنت ندوز نقول لك عوض لها ولا ما تندوز تكلفه. ثانيا بن عمار حنا جينا في موقع مرتفع ونزالها هبطه، دونك الى بغيتي غدير دي ستاسيون فولوفاج اللي غيطلعوا لك الماء، دونك هذه التكاليف تقدر تكلف 20 مليون 30 مليون درهم، هذه ماشي مشكل غير ديال الدراسه، ملي غتكون الدراسه غتكون مشكل ديال التمويل، دونك هذا غادي في المسار ديالو. هذا يبقى القناع الاول اللي ما يمكنناش نبقاو نستنى على 4 سنين وحنا نعاني من مشكل الخصاص. القناع الاول هو انه داير واحد الثقب مائي، الثقب اللي هو في تربلا سلفات اللي عطى واحد الكم هائل من الماء، دونك هذيك المنطقه ديال سلفات من تما وديال بنتيوكا غيتخطى من تما، دونك الماء ديالنا غيحبس تما. السلفات اللي تحت غادي تجي من زاد بن عمار لهذا تحت الانجاز، دونك قريبة سنة باش هذيك المنطقة تحت هي السلفة كلها تغطى، هل باغي يحبس من هنا، وغادي نحتفظوا بالماء ديالنا. درنا مشروع راه الأشرار قائمة الآن ديال إعادة هيكلة الشبكة، لأن النهار الأول اللي كان تيديروا الشبكة كانوا كيجيبوا يوصلوا لهاد البلاصة، ولا تعاود تاني كيجيو يشبكوا معاه خط آخر باش يمشيو يعطيو السلفات ولا يعطيو البلاصة. هادشي كله دابا تعاد الهيكله ديالو باش نوفرو، لان الماء كيضيع كاين في الاعتقاد كاين بعض
ربي سبحانه وتعالى اعطانا كم هائل من الماء، فالاشكال تحل نسبيا تحل في انتظار المشاكل الاخرى. الجمع اللي لازم يدير واحد الموقع اللي هو استراتيجي، شكون انتم كرائد الجماعه لتصلوا لهذه المنطقه هذه انكم تكون منطقه سياحيه لان وجود الناس مثلا باش يزوروا هذه المنطقه. زكوطة الساكنة ديالها بحدود تقريبا 85% تمارس الفلاحة، الفلاحة لما تمارس في المنطقة اللي فيها أراضي بورية وجيشية فالمنتوج ما تيكونش. ثانيا القطاع الأرض مجزأة إلى قطاع صغيرة، 3 هكتار ونص، نص مخزني مخزن، 3 هكتار ونص و 7 هكتار، فمايمكنلكش دير نشاط فلاحي قوي. دونك خصنا نفكروا، فكرنا في البدائل. البدائل هو تقليص ديك 85% إلى 60 مثلا، وخلق أنشطة جديدة. دونك خلق أنشطة جديدة يتطلب عدة إجراءات، وتكوين العنصر البشري. ميمكنليش نقول لواحد أجي ندير الشركة وأنا عندي عادل فلاحي ما يعرفش يشد المطرقة وما يعرفش يشد النفاس وما يعرفش يشد المقص. دونك خصو تكوين المهني ويكون سيدي. الوغ المشاريع السياحية اللي مؤهلة ممكن تكون زكوطة، أولا التموريطة شيء أساسي، لأن اليوم في زكوطة عندنا تقريبا 200 فرس في زكوطة. إذا مواطن عنده اهتمام بالفرس يمكننا، والولاد كاملين مع الحوت في الخيمة. دونك قرابين من النشاط. الوغ ملي غادي نديرو مركز تربية الخيول اللي هو داخل في إطار برنامج ديال الجامعة، هاد مركز الخيول ديال تربية الخيول غادي يخدم واحد 15 إلى 20 ديال الشباب. ثانيا غادي يكون أن المهرجان كان عندنا ليه تصور آخر، هو أنه يصبح نشاط دائم ماشي نشاط مرحلي مؤقت مرة في السنة. خصنا عندنا واحد سونتر كاسر ديال الخيول لي واحد الفرع ديال التبويضة، يمكن أي واحد نهار السبت الحد يطلع يتفرج شوية التبويضة وتيوليو الناس هادو عندهم نشاط متنفس للناس وهما تيشتغلوا أسبوعيا ماشي كيشتغل كيجيو المهرجان المتطوع موسمي ويمشي الحال. دونك كاينه تربية الخيول، هذا مشروع سياحة فارس. كاينه السياحة الرياضية أو القرونية، لأن اللي كنديرو السباق الدولي على الطريق، هذاك السباق الدولي على الطريق كنديروه تكون مجموعة ديال الشباب مع المخيم الصيفي. فهيئنا مشروع تعاقد مع شركة هولندية باش تجي تخلق واحد تستقر هنا، أولا تبقاش تدو العدائي الكبار اللي كيجيو يتبرموا، وثانيا غيحطوا الكوبي هو الناس هنا، أولا كاين فرص الشغل، ثانيا كاين الممارسة. هذه السياحة الرياضية، وكاين الفولكلور هذه هذا مول ثقافي اللي ما يمكنناش نسمعوا فيه. حنا عندنا واحد الحرفة، عندنا واحد الحاجة، إذا كان عندنا واحد يضرب البندير ما يمكنكش تقول نسمح فيه، ما كيعرف، ما تعلم، هذا صغور هو كيتعلم، وخصني نأطرو باش يولي ينتج به الفلوس، في كل والو. دونك عندنا سميتو عندنا مجموعة ديال المشاريع في الطاقة، دك الطبخ هذا اللي كنديرو الطبخ، وباغيين نديرو مركز تكوين الطبخ. علاش؟ باش نأهلوا الفتاة والشاب لتعلم فن الطبخ، ومن خلاله يمكننا نشجعوا بعض الناس اللي باغيين يديروا دي جيت مقرات محلات سياحية يبنيوها. عندنا حائط مهم اللي هو الآن كيحصل معنا هو العقار. تقول لي زكوطة، أنا لا أتحكم زكوطة، أنا أتحكم في الهواء زكوطة. أما الأرض ديال زكوطة مدبرة من طرف الوصاية، الوصاية هي اللي كتمشي لها. كيجي عندي المواطن تيقول لي بغيت ندير، تقول له خصك تشوف أخويا مع الوصاية، أنا ما عنديش رد.
انا خدام غير فوق الارض، انا الا بغيتي شي حاجه اخرى نديرها، ولكن الارض هي الاساس. انا غادي نقول الاساس ديال الاقليميه هو الارض. دونك هذا باش فينا الحل مع وزاره الداخليه باش يفوتوا لنا واحد المجموعه ديال الاراضي اللي واش عندها الامكانيات باش تقتنيها ولا لا، داكشي يعلم هو. المهم غنبرمجوا على مده معينه باش نخلقوا انشطه يمكن، ولكن المجتمع ما تتغيرش في 24 ساعه. راه ثقافات يعني متجذره خصها الوقت باش تصبح يعني ممكنه، وخص انخراط المواطن. اذا ما كانش انخراط المواطن حتى شي حاجه ما تبانش. دونك تندير على راسي عمليه سميتو. ثانيا كاين مشكل العقار، كنحاولوا نحلوا المشكل ديال الجزيئه العمران، العمران هذه واحد الجزيئه باقي لنا العقار هو اللي كياخرها. غيكون 560 سكن، 560 سكن غتصبح لنا بالاضافه لشي اخرى اللي هي قريبه جدا فيها 50 سكن. دونك ملي غتولي عندنا واحد 700 سكن راه غيولي عندنا، الا سكنوا كل دار فيها ثلاثه راه 2000 ويزيدها على 2000 وصبح حنا ولينا في 5000. هو عندنا مركز، دونك هادشي كله غيفرض علينا الاقليميه ملي نحقوا هاد المشاكل، نحلوا هاد المشاكل. انت خصوم المهرجان والانشطه ديال المهرجان، السؤال هي الانتقالات اللي تشهد المهرجان مطلوبه باش يتقن هذا المهرجان، يعني انك كتقدم الاجوبه ديال العائق اللي كنت اللي كتعاني منه نقص الموارد المالية اللي جانا مرض ديالكم على هذه الانتقالات هذه التكلفه ديال المهرجان ديال الزبوطه في الدوره ديال 21. هو حتى واحد اليوم يجي يقول لي التكلفه شحال هي، انت ما تقدرش تقول لي شحال هي التكلفه. ما تقدرش. المجلس كتقال ولكن لم تصدق، لان ما تنساش بلي كاين المنافسين السياسيين اللي كيحاولوا انهم النجاح يجلب الحسد ويجلب الانتقاد السلبي. ولكن اسمح لي سي الرئيس، انا جاي نعطيك الاجوبه كلها. مهرجان زبوطه انشئ سنه 1998 وبدا هذا العهد الضعيف، وبقى استمر اليوم عنده 21 سنه. وفي حين انني غبت عليه 12 سنه. اذا هذا المهرجان ماشي ديالي ولا ديال رئيس الجامعه، هذا ديال المجتمع، لان استمر ما ماتش بقى ولا موسم ولا مالاش خير موسم سنة ولا موسم. كيجيو الناس يديرو الياطر ويديرو التوريطه ويشوف حالاتهم، ولكن حنا جماعه سكوطه ما كيسولو من الناس العالم الخارجي شنو عندك باش تتميز سكوطه؟ غنقول لهم شنو عندي انا باش تتميز؟ خلقت واحد الحدث اللي نميزو به جماعه سكوطه ونهضرو على سكوطه، هو المهرجان. مهرجان سكوطه السباق الدولي على الطريق، اكبر تراجيد ديال المدرسه في العالم. هذه احداث اللي غتميزنا بها العالم، يمكنش تبقاو جالسين حنا كنتسناو حتى شي واحد يجي يقول لنا طلع. ما غنطلع حتى واحد، انا ما خدمتيش ما غنطلعش. دونك ملي كتجاتنا هاد العام 1200 فرنس، واش فرضنا عليهم حنا؟ واش درنا شي دعايه تنقول لهم اجيو عندنا؟ ناس من الاذن من الفم الاذن كيسمعوا بلي مهرجان ناجح، وجابنا 1200 كان من انجح المهرجانات في 21 سنه. طبعا هاد الناس جاو تيصرفوا على الخير ديالهم، تيركبوهم في الشاحنات، كيجيبوهم، تيبنيو الخزاير المحترمه اللي هما اللي صارفين عليها ماشي انا، هما تيبنيو الخزاير المحترمه وكيتبوطو، كتجيب لهم البارود، البارود تيكلف 80,000 درهم، تيكلفش 100 مليار، 80,000 درهم، كنوفرو لهم الماء الشرب وتغسيل الفرسان ديالهم، كنوجدوا لهم الكهرباء الإنارة لمدة 3 أيام أو 4 أيام في الليل. هذه تكاليف ماشي مهمة بزاف. فين الناس تيدوخو؟ باش تيقول لهم مثلا
اي بس بحال هيك شي سقوط او سعيده ان شاء الله ما ينساوش بالنسي سادي قال ماشي انسان عادي راه عنده 67 سنه وراكمه جروبه كبيره في التلبيه وراكمه شبكه مهمه من الاصدقاء وراكمه عده امور فملي كيحكي نتو ربي كيجي التيسير وكل شيء كيتعدى وكينخرط في العمليه ديال مهرجان سقوطه كنا كنديرو مهرجان سقوطه في ثلاث ايام وكنشوف حالنا وما يمكنش نديرو مهرجان ثلاث ايام والسلام عليكم مهرجان سقوطه باي باي لا سيدي حنا عندنا 16 اسبوع على 52 كنعيشو فيها مهرجان سقوطه كنديرو المسابقات الرياضيه كنديرو السباق على الطريق كنديرو الطبوليه درنا الطبخ درنا شئنا كتيب صدرنا كتيب سميتو الفروسيه في مهرجان سقوط اللي كتيب مهم جدا وكيتطرق للوضع وضع الفروسيه في سقوطه وكيكرم الاعلام اللي كانوا في سقوطه هذا شيء توثيقي مهم بالنسبه لجماعه سقوطه من بعد كنديرو سيدي ختام الاطفال من بعد كندير توزيع المواد الغذائيه للمعوزين من بعد كندير الاحتفال بالمشاركه في عيد العرش وفي نوفمبر كنديروا المزيره الخضراء وكنديروا واحد المناسبه لتوقف وتفكير في جذورنا وفي مستقبلنا وفي وضعنا الحالي فتكاليف المجلس كيصوت على الميزانيه لك الميزانيه هي اللي كتقول واش كاين مصروف ولا ما كاينش هذاك اللي كاين كاين ثانيا وزاره الداخليه كتعطي لحد كورت مبلغ مهم للدعم ديالها كتعطي المواسم سيدي قاسم راه ما كتعطيني والو دونك انا الا بغيت نجيب الفلوس باش نكرم قبيلتي واش كاين شي واحد عنده مشكل مع راسو ولا معايا انا ما عندوش مشكل انا راجل متطوع وسعاد كنعرف كيفاش نطلب دونك كاين شي واحد عنده شي مشكل يكلف 200 مليار شكون ولكن كاينه جمعيه اللي هي جمعيه كليما للثقافه والفن اللي تشرف على المهرجان وتدبر امور خارج الاطار ديال الجامعه القرويه والقرويه جالسه بلاصتها والبنون ديالها كاين بند في 100000 100000 ديال البنزين سير اخويا قلب المصروف ديالو في كاين مجلس الاعلى للحسابات راه كيجي يقل اما باش يقول لي واحد جالس يقول لك واه تدير البلاع فينا هو البلاع مشيت شركة في الدار اللي نطلبها صديق ديالي تقول له دعمني تي دعمني شغل ها خدي دير يجي خدي دير يجي ثانيا انا الناس اللي كينتقدوا وهما محصورين في رؤوس الاصابع تنعرفهم تكتبوا في فيسبوك تنقراهم وتنبلوكيهم لان ما خصهمش يلوثوا ليا دماغي لان عرفتهم ما فاهمينش ما فاهمينش وما يمكنليش توصل معاهم لان مسبقا جايين بموقف سلبي شنو الرساله ديالك؟ نعم شنو الرساله ديالك؟ لازم تعطي لي انا الرساله ديالي طبعا المجتمع خصو يكون فيه الانتقال انا تنحييهم على الوقت اللي كيخصوه للانتقال ولتتبع الشأن المحلي هذا شيء مهم وهذا هو اللي غادي يحمينا ويخلينا نشوف الديمقراطية أنا الرسالة ديالهم هو يستمروا ولكن يعمقوا البحث بكل السطحي والكلام الذي ما يستعملوش السب أنه شفار أو كذا وثاني يكشفوا وجهه ما يديرش انتقادات داخل اسم هذه الاصدقاء ديالي اللي كيدخلوا باسماء اخرى وعندي ولاد اللي كيدخلوا معاهم كيتسابقوا معاهم في فيسبوك كيتسابقوا ما عارفينهمش هما وهما اللي ما عارفين هادو دونك حنا نبقاو جايبين من خوا الخارج حنا كنشتغلوا في جماعه سبوطا عندنا اهداف نهي بست سنين الا كانت حنا عندنا رغبه الاستمرار راه نستمروا ما عندناش رغبه والمواطن قال لنا سير في حقنا ونجي بحالك واللي قلت اللي قال الاصيل دابا يدير يدو فيها المجموعة ديال الافكار المجموعة ديال اللي وضحت الراي العام
هذه واحد سؤال في العودة ديالك للأسئلة اللي جمعت القوطة، عطيت واحد اللون آخر، لون حزبي آخر، واحد آثار ومؤثر بأن كيف كيدير التقدم والاشتراكية، شنو هي الحاجة اللي خلات أنك تغير من التقدم والاشتراكية حزب آثار ومؤثر؟ ملي جيت من أول مرة الجامعة كان الأحزاب اليسارية ما كانش عندها حضور للنجاح لتدبير الجماعات الترابية، وكان خصك تكون تنتمي إلى حزب ما يسمى بالأحزاب الإدارية أو المفرقة. ومشيت أنا في 1992 إلى حزب تنحيك على السؤال، لأن كانت مش متأكدة في العمق ديالها. ففي 1992 مشيت الحزب الوطني الديمقراطي اللي كانوا يسموه حزب العربية، بحكم غيرتي على العربية ما كانش يهمني نكون أنا يساري ولا يميني ولا حزب العربية ولا حزب الف، شنو كيهمني شنو كيفاش الطريقة باش نوصل لتدبير الشأن المحلي، لأن باش دير بيست ما ماشي ضروري تكون يسار ولا يمين، خصك غير تكون رجل عملي وكتعرف تضبط الملعب وتحافظ عليه. دونك مشيت في الحزب الوطني الديمقراطي، ولكن الإدارة ما كانتش تعرفني والناس مازال ما كيعرفونيش، دونك تصنتوا ليا باش تعرف المواطن راه واخا في العالم القروي راه ذكي جدا، تصنتوا ليا وتصنتوا الخطاب ديالي بالتوجهات ديالي، وطلعت عضو ما توفقتش نكون رئيس في 97. داك الكلام اللي قلت في 92 جابني في 97، هو اللي شفع ليا في 97 انني اصبح رئيس الجماعه. جيت بلون اخر سياسي وطلعت رئيس مجلس الاقليمي بنفس اللون، ولكن بحكم الصراعات السياسيه لان كانت واحد الاسره حاكمه في البلاد اللي كانت تاثر كل شيء، فاتخذ قرار داخل هذه الاسره الحاكمه انني يتم ازاحه ديالي من رئاسه المجلس الاقليمي. فداخل المجلس كانت يعني تيارات سياسيه، فخلقت تحالفا، والتحالف القوي كان مع اعضاء التقدم الاشتراكيه، وانخرطت في التقدم الاشتراكيه وسكوني وبقيت 6 سنين رئيس مجلس الاقليمي، وطلعت نائب برلماني باسم التقدم الاشتراكيه، وكنت خليفه لدول الجهه باسم التقدم الاشتراكي، وبقيت حتى 2007. في 2007 كانوا تحالفات، لان ملي تكون تتميز على الاخرين ولا تبدا يكون عندك خصوم، والخصوم انا نجحت في خلق الخصوم، هذا من الميزات ديال سعيد هو انه تخلق الخصوم، تخلق واحد الديناميك تكون الامور راكده هانيه تيجي هو كيبلبلها كيخلق فيها المشاكل. هذا السي سالي قال هذا الله يجازيه بخير، تخلق ديك الحركه السياسيه خليها تطلع واحد النشاط، فهمتيني؟ فتكون الناس هانيه مع راسها حتى تنوض. انا في 97 قلت انا غنمشي نفتح، ملي عاودت بغيت نفتح لمست انا الموت عنده مره، ولكن ما يمكنش يجي لان التجربه حتى هي خصها تشتغل. لقيت بلي كاين جوج الاحزاب اللي هما او ثلاثه او اربعه اللي هما قائمة في سيدي قاسم، في إقليم سيدي قاسم، كاين التقدم الاشتراكية قائم بجذوره في حد كوال، كاين الاتحاد الدستوري مع في الجوف، كاين البيئة مع السي عسل في القصيري، هنا كاين حزب استقلال، وكاين الحزب ديال العصارة والمعاصرة، وقبل منه أحزاب أخرى اللي تواجدوا. دونك انا ملي ندخل كانت التحالفات اللي دارت ما بين بعض العائلات المؤثره او الاعيان السياسيين في البلاد، كانوا تحالفات اللي الرجوع باسم الورقه ديال التقدم الاشتراكيه كان ورقه محروقه لان غادي يتشمر ليا غادي يقتلوني. وفي الجماعه كان 17 عضو، الى هادو طلعوا خمسه وهادو طلعوا خمسه ولا طلعوا سبعه غيتحالفوا اللي ما يمشيوش معايا، انا شخص عنده خصوم
مسألة معطى مسلم به، فافترضت أنني أنا مشي للأسرى والمعسرى باش نلغي واحد الخصم، ما كنتش أنا في وضع الساندويتش الوسط. وملي مشيت خديت الاستقلالية ديالي في جامعتي واشتغلت انتخابات الجامعة وفي الدينار وجابوا التوفيق. دونك العسرى والمعسرى أنا أؤمن ببرنامجها السياسي، أؤمن بطموحاتها، ولكن أنا مختلف مع القيادة، يعني في سلوكاتهم في بعض الأمور مختلف اختلاف كبير، ولكن هذا ما كيحيدنيش انتمائي إلى الحزب وبطاقتي بطاقة الانتماء، فأنا في حزب الأسرى والمعسرى إلى حين، لأن كنعرف بلي تدبير الجماعة ماشي ما مكتوبش في باب الجماعة الأسرى والمعسرى، مكتوب جماعة سقوط، وأنا هنا عندي الكاسكيطة ديال جماعة سقوط، ما عنديش سميتو، ولكن عندي اختلاف، وهذا الشيء راه ظهر برز على المستوى الوطني. اختلفت معهم في 2016 مع القيادة، ولكن ولو أنني أنا عضو في المكتب الفيدرالي كحزب، ولكن لقيت باللي داك الشيء اللي أنا اختلفت معهم عليه هو وصل المالو في 2018، وها السيد ياسر أماري ما بقاش في رئاسة الحزب، وها الأمور غادية كيفاش غتمشي لموعدها؟ ما عرفش، ولكن أنا أنا في حزب الأسرى والمعسرى. قبل ما نخلص الحوار هذا، رجل ابن قبيلة ويقدر يعني الثقافة القبلية ويحترم كل الطاقات في الإقليم. رجل حيزون السي عبد السلام حيزون رجل دولة وزير سابق، رئيس أكبر مؤسسة ديال الاتصالات في المغرب وفي عدة مناطق أخرى، اختلفت معه في تدبير الجامعة الملكية ديال القوى، ولكن الاختلاف لا يزيد الود قضية. مستشار جامعي عربي قرطيت. عربي قرطيت شاب جاتو فرصة أنه يسير بلدية سيدي قاسم، وارتبط بالمنصب، وولدت عنده عقدة، فيعيش بعقدة ثقيلة، والله ينفعه. كنشكرك سي سعد، وكنتمنى في مقال ديال جماعة اسبوك. قراء موقع الوطن بريس، موعدنا في لقاء خاص آخر وفي موعد آخر. شكراً.